صباح الخير على كل متابعي قناة اي كي ترافل اند ليجر. فيديو النهاردة هيكون من شاطئ روميل في مرسى مطروح. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. شاطئ روميل هو واحد من اجمل شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي كله، واللي بيروح له مئات الالاف من المصيفين المحليين كل سنة. بيقع الشاطئ على بعد 4 كيلومتر من وسط مدينة مرسى مطروح، وممكن تروح الشط مشي او بسيارات الاجرة او بالتاكسي او بالمركب، وكلها على فكرة اسعارها مناسبة جدا جدا. شاطئ روميل زي بحيرة طبيعية كبيرة وفيها لسان كبير من اليابس، وعشان كده هو مشهور بميته الهادية المش عميقة، واللي ممكن للأطفال انهم يعوموا فيها عادي من غير خوف من الموج او السحب. حاولوا ما تروحوش الشط يوم الجمعة او السبت او الحد، عشان بيبقى فيه كتير من رحلات اليوم الواحد من محافظة الاسكندرية، وعشان تستمتع بهدوء الشاطئ وجماله وتبعد كمان عن الزحمة. بسبب مية الشط الهادية بقى مشهور بركوب اليخوت والمراكب الشراعية والبدلات والجيت سكي والبنانا بوت، وكمان بقى مشهور برضو بالصيد خصوصا في منطقة النص اللي بيبقى فيها سمك كتير. سبب تسمية الشط بكده هو ان القائد الالماني ايرفين روميل الملقب بثعلب الصحراء، اللي هو واحد من امهر القادة في حروب الصحراء، عمل خندق هناك في الحرب العالمية التانية، واللي عملناه بعد كده متحف عسكري باسمه، واللي هتكلم عليه في اخر الفيديو بالتفصيل. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Are the feelings that we shared are in the past? Your relationships are never meant to last. المتحف عبارة عن كهف محفور في صخور الجزيرة، وبيضم المتحف متعلقات روميل من أسلحة وخرايط. ودخول المتحف رخيص جدا، فهو ب10 جنيه للمصري، و5 جنيه للطالب المصري، و40 جنيه للأجنبي، و20 جنيه للطالب الأجنبي.